اوعى حازم اوعى يستر على عرضك لا تبهدلنا لا تعطي وش كتير للما للما اكون القط قال زيدان تحديدا يعني مرق عليهم كتير فان شاء الله يا رب تكون بداية ومو نهاية للأفراح دائما أفراح دائما لأنه بيلبق لهم قصة حب حازم زيدان ولما بدور تكلل بالزواج بعد فترة طويلة كتير وعلاقة يعني صار لازم صار ضروري أكيد بعد علاقة حب دامت 8 سنوات قرر حازم زيدان ولما بدور إنه ياخدوا خطوة الزواج وعاهدوا بعض أمام كاميرا العين الإخبارية وقبل الزفة مباشرة شو بعدي؟ وعدي يعني بدي أمسك عليكي واحدة أنا رح دافع عن هي العلاقة قد ما بقدر أنا أكيد رح ضل حبك وأكيد رح ضل أحتويك حبيبة قلبي نفس الكلام exactly لآخر لحظة ممكن الوعد تحدى كل شيء بالعالم والعائلة كمان عطت شوية تحذيرات للعرسان قبل الحفل يلي اقتصر على وجود الأصدقاء والمقربين ونحن بالعموم شوي هيك عاملين عدي بتعرفي انت مشان الظروف يلي عم تمر فيها ان كانت غزة ان كانت لبنان فعاملين شوي عدي ما لنا عاملين الصولي ودولي لما كتير إنساني كتير هيك راقي وقريبة على القلب ومنا وفينا وصارت خلص من أهل العيلة يعني اوعى حازم اوعى يستر على عرضك لا تبهدلنا بالله طولي بالك بس لا بالله انه طبعا هي بتعرف اكثر مني قديش حازم بحبها وقديش لما بتحب حازم بالله انه يعني لا سمح الله اي مشاكل بتصير بالمستقبل اي شيء المهم ما تناموا انتم زعلانين من بعض الحضور كانوا سعيدين كثير لفرح آل زيدان خاصه بعد الحزن يلي رافقهم من بعد وفاه اخوهم شادي فرحانه وكنت عم بستنى هالنهار بالدقيقه مثل كانه وحده عم تستنى فرح ابنها لحتى افرح فيهم وانا افرح لانه صلنا زمان ما فرحنا وآل زيدان تحديدا يعني مرق عليهم كثير فان شاء الله يا رب تكون بداية ومو نهاية للأفراح دائما أفراح دائما لأنه بيلبق لهم الفرح منقول لهم ألف مبروك وزواج الدهر والله يخليهم لبعض وجايين اليوم نفرح فيهم وإن شاء الله كل أيامهم الجاية أفراح نتمنى لهم كل السعادة وأيامهم كلها تكون هيك فرح وأعياد وحب ويكونوا أسرة هيك ظريفة تشبه روحهم تيناتهم كل الأمنيات الحلوة حازم رفيقي ورفيق دفعتي وبنت دفعتي صداقة ممتدة بالمعهد يعني تخرجنا سوا وسائبت هلا عم نشتغل عمل مع بعض هيك الأمنيات كتير كبيرة والله هيك قلبي كبران يعني فما لي عارفان شو بدي أقول فرحة هي يعني فرحة عزيز وغالي لأن هو والأستاذ أيمن ومن لهم ألف مبروك وإن شاء الله هيك منفرح بولاده يا رب حلوين كتير ما شاء الله ولعبين لبعض وبيجننوا الله يحميهم ويسعدهم ويبعث لهم أيام حلوة ونشوف أولادهم يا رب ابن أيمن زيدان ابن الغالي يعني أبو حازم حدا مفضل على كل الوسط الفني إذا بدنا نحكي يعني الحقيقة إن شاء الله عقبال أولاد أولادك يا أستاذ أيمن وعقبالك إذا حابب إذا عقبالك والبعض ما اكتفوا بالمباركة ووجهوا نصيحة لحازم ولما من تجربتهم الشخصية يعني بس بدي أقول له أنه طاعة هيك راس القط من أول يوم لا تعطي وش كتير للما ونصيحة مني للما للما كوني القط لا أكيد يعني هي شراكة هي فيها ألفة وفيها أنس وفيها دفى كتير وكالعادة يعني بتخللها هاي اللحظات اللي بتصير مع أي شخصين مع بعض برحلتهم الطويلة يضلوا أصدقاء يعني ما تتحول العلاقة لعلاقة زواج تقليدية أصدقاء يحكوا لبعضهم أسرارهم ويحكوا لبعضهم عن بعضهم يعني تقول له أنا زعلانة منك وما يصير في تراكم بالمشاكل ومثل ما قلت ويضلوا سبورت لبعضهم لأنه هي كمان ممثلة وهو ممثل يدعموا بعضهم اثنين أنه يكونوا حناين على بعض هي أهم شيء هذا اللي دائما بدعي أنا لحمزة وعلي أنه الله يبعث لكم يعني حبيبات وزوجات يحبوكم ويكونوا حنين عليكم هي أهم دعوة وحبوا بعض
وآمنوا بأفكار بعض لحتى تمشي هاي الـ 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 هاي العلاقة الحلوة والشراكة الجميلة. مبروك حازم، مبروك لما، مبروك لكم، وإن شاء الله هيك نشوف السنة الجاية أول حفيد. بدي أنصحها أول نصيحة أنه فورا يفكروا يجيبوا أولاد. شايفة هلأ الوقت كله عم يأجل موضوع الأولاد، فأنا يعني بنصح أنه دائما نجيب أولادنا قد ما فينا بعمر أبكر مشان هيك يكبروا معنا ونتهنى فيهم ويتهنوا فينا. والله بنصح لما وبنصح حازم، يا كمان هو بدي يحافظ على هذا الزواج، يعني شغلة من الطرفين. أنا بتمنى من كل قلبي وبتمنى لهم كل السعادة والهنا، وإن شاء الله هيك. أنا يعني أنا حازم حكالي إنه إن شاء الله يعني بعد سنة على أقصى حد إن شاء الله حيكون في عندهم بيبي. لازم هاي الخطوة شجعتك على أنك ممكن تخطي خطوة الزواج؟ بدي أعطيه سنتين زمان يعني بس لشوفه وشو بيكتب لي، بس بعت لي مسجاته.